المحاولات الأمريكية اليوم هي محاولات لانتزاع الورقة اللبنانية ومفاوضاتها من اليد الفرنسي. سنتفرغ بعد هدنة في غزة إلى لبنان وإلى معالجة الملف اللبناني، وسنقصف حزب الله ونبعده عن الحدود. لبنان أمام أيام صعبة. لا أستبعد إسرائيل أن تقوم بأي عمل لأنها دولة عدوانية همجية. ترشيح لرئيس لبنان الفرنجي، فحكما سيكون رئيس الحريري هو من ضمن المعادلة بالإضافة إلى نواب تغييريين أصلا يعني ما شكلوا حالي من النفور، تضموني بقلة الوفاء. أنت حملتني 20 سنة تحالف وزر وتقول الدم قيادات التيار الوطني الحر اللي هو حزب الله كيف بقي التيار ما بقي حدا، وحتى ما كفى ولايته الرئيس. إحدى أهم التعثرات في الخماسية في لبنان وهلأ من كفئين ومجمدين بالثلاجة هو رغبة قطر بالانتهاء من الدور المصري. تستحل محلها الكويت، مصر وعظمتها وتاريخها المجيد والمهم، مش قدران تفوت أنية ماء للشعب الغزاوي اللي عم يذبح على أرضه ويمكن يرحل إلى سيناء. بدك تنسى نص غزة، النصف الثاني ما بعرف شو بصير فيه للمستقبل، شو رسميه. أستاذ الفكر السياسي والعلاقات الدولية الدكتور رائد المصري، أهلا وسهلا فيك عبر ليبانون أون. أهلا وسهلا بكم. بداية بدي بلش بزيارة هوكشتاين، 5 ساعات أمريكية للمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت. برأيك دكتور، هل كانت كافية لاحتواء هذا الصراع في الجنوب ومنع تمدده وتحوله نحو حرب شاملة؟ يعني بعتقد أن المحاولات الأمريكية اليوم هي محاولات لانتزاع الورقة اللبنانية ومفاوضاتها من اليد الفرنسي، خصوصا ما يتعلق بعمل الخماسية أو بعمل الاستحقاق الرئاسي أو بعمليات المقاومة في جنوب لبنان. ما يريده هوكشتاين هو وقف هذه العمليات، انسحاب حزب الله إلى ما وراء الحدود بمنطقة 7 إلى 10 كيلومترات من دون أن يعطي لبنان الاتفاقية الكاملة بالنقاط 6 وكف الاحتلال الإسرائيلي عن امتلاك فرسوبة ومزارع شبعة. نعم. وهذا بطبيعة الحال لن تقبل به المقاومة، لن تعطي يعني هذه الورقة الرابحة لهوكشتاين أو للإسرائيلي على هذا المستوى، خصوصا أن كل طرف يعتبر نفسه أنه هو المنتصر وأن الطرف الآخر هو المحشور في الزاوية، هو الذي يتكبد الخسائر. لكن أنا أعتقد أن الجانب اللبناني لن يقبل، لأن هناك توافق سياسي كبير خصوصا من رئاسة الحكومة مع عمل المقاومة في الجنوب، وخاصة التصديات العسكرية التي تصدت لها المقاومة عند محاولة لواء جولاني اختراق الحدود بريا على هذا المستوى، وهو كان يعني بمثابة جس نبض لمدى استعداد المقاومة، وكانت المقاومة فعلا يعني متصدية وهي بالمرصاد لهذا الموضوع. فإذا نحن أمام منطقة تغلي، الكل يتحسب من أنه إذا توقفت هذه الهدنة في غزة هل ستتوقف على لبنان أم ستستمر، هل سيبقى الإسرائيلي على قصفه والتعديه وتماديه على الأراضي اللبنانية. لذلك تأتي هذه الزيارة لهوكشتاين، لكن لم تنفع لا بتثبيت الحدود لا بثني حزب الله عن التراجع عن الحدود، لأن هدفه الأساسي هو عودة أو إعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين. فلماذا يعطي حزب الله الإسرائيلي هذا الموضوع مجانا من دون أي تسوية كبيرة تشمل لبنان وتحرير كل لبنان من الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني هذا سؤال كبير جدا. نعم. فالخوف الإسرائيلي هو اليوم من أننا إذا ثبتنا الهدنة في غزة إن كانت 6 أسابيع أو 8 أسابيع، معنى ذلك أنه يجب على المستوطنين حوالي 100,000 شخص أن يعودوا إلى شمال فلسطين، هم لن يجرؤوا على العودة طالما أن الهدنة في على الحدود بين لبنان وفلسطين هي لم تسري عليها. فإذا ما هو مستقبلها؟ من هنا أتت هذه الزيارة لهوكشتاين، على اعتبار أنه طالما أنه نجح في الترسيم البحري معنى ذلك أنه يستطيع أن يرسم على هذا المستوى بريا، طارة بالتصعيد وطارة بالتهويل ومن ثم غير ذلك من النشاطات الدبلوماسية، لكن كل ذلك أنا أعتقد أعطى لبنان والمقاومة ورقة رابحة لن تستغني عنها في هذه المرحلة. دكتور، هوكشتاين اجا وحامل بايده خطه من 3 مراحل، هل برايك كان عم يبتز بهذه الخطه حزب الله؟ لا، هم كانوا يلوحون تاره بان الاستعداد الامريكي والتسليح الامريكي
أو عاد نشاطه إلى إسرائيل وعاد توريده إلى إسرائيل. والأمر الآخر بأن كل القادة الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين يقولون بأننا سنتفرغ بعد هدنة في غزة إلى لبنان وإلى معالجة الملف اللبناني وسنقصف حزب الله ونبعده عن الحدود. وأيضا يعني الإشارات والرسائل من الدبلوماسيين الغربيين تفيد بهذا الشيء بأن لبنان أمام أيام صعبة. وأمام أنا أعتقد أن الأيام الصعبة قد مرت يعني وقد ولت وتحمل اللبنانيون الكثير من الدماء والشهداء والدمار يعني على أكثر من مستوى. فهذه التهديدات أنا أعتقد لن تنفع اليوم. ما ينفع اليوم هو تثبيت الهدنة في غزة تلقائيا ستنعكس على جنوب لبنان أيضا بتنسيق وتناغم كامل، ومن ثم يجري البحث في الملف اللبناني على مستوى الدستور والمستوى الرئاسي. هذا يتطلب إرادة أمريكية. هل الإرادة الأمريكية اليوم لديها الاستعداد الكامل ولديها المعطيات والأوراق الكاملة؟ لا أعتقد حتى اليوم أن هناك استعداد أمريكي من أجل لبنان. فقط الاستعداد هو من لإخراج الفرنسيين من اللعبة ومن وضع يدهم على الملف اللبناني والاكتفاء بالدور الأمريكي الدور الإيراني والوسيط القطري. بدي أرجع لموضوع أمريكا وفرنسا والقضية السياسية بلبنان، ولكن قبل جولاني لواء جولاني في جيش العدو من يومين ويقوم بعمليات تسلل ليلية نحو الأراضي اللبنانية. هيدا الشيء بذكرنا ببداية جس النبض يلي قام في جيش العدو بغزة لما كان يرسل مدرعة ومدرعتين وكتيبة صغيرة وحضيرة عسكرية لغزة ليستطلع. شو اللي بيمنع اليوم انه جيش الاحتلال مع التهديدات الكتيرة لقاده ووزير دفاعه انه يكون عم يستطلع الوضع على الارض قبل تنفيذ عملية برية، خاصة اليوم عندهم مناورة بنهارية مناورة عسكرية كبيرة؟ هو سؤال مهم جدا. اولا المقاومة هي بانتظار هذا الدخول البري بالاساس، يعني خلينا نكون واضحين. المقاومة في هذه الحرب التكنولوجية والإلكترونية التي تمتلكها إسرائيل يعني قدمت الكثير من الشهداء والتضحيات، وصار واضح يعني هذه الاستهدافات. نعم. على المستوى الدخول البري هذا ما تنتظره أصلا المقاومة، لأن تستطيع أن تتحكم بمسار المعركة العسكرية. أنا لست خبيرا عسكريا، لكن من خلال التجارب ومن خلال الاطلاع والمراقبة والمتابعة نعرف أن حزب الله والمقاومة لديه الباع الطويل على مستوى الحرب البرية وتكبيد العدو الكثير. نحن منلاحظ هذا السيستم من القتال المقاوم شهدناه في فلسطين وسرايا القدس والقسام وغيرها من الفصائل العسكرية في قلب غزة، في قلب غزة يعني عندما كانت تتقدم الآليات الإسرائيلية وكيف يتم قصفها واستهدافها واستهداف الجنود. على المستوى البري وعلى مستوى الالتحام لا، المقاومين أقوى وأشد بأسا ويستطيعوا أن يكبدوا العدو الخسائر الكبيرة. هذا ما تنتظره أنا أعتقد المقاومة، لكن هذه هي مجرد رسائل أو جس نبض على ذلك يخلق بلبلة أو فتن في الداخل اللبناني وانقسام لدى الرأي العام في لبنان. واضح أن هناك انقسام في لبنان على هذا المستوى. أما بالنسبة لنا فيما يتعلق بإسرائيل، الموضوع لا يمكن أن يتحمل الوقوف المتفرج. هذا عدو نازي قاتل، لابد أن نقف مع المقاومة رغم الملاحظات الموجودة في الداخل اللبناني، هذا شأن آخر، لكن لا. إسرائيل تبقى إسرائيل، تبقى بلد محتل، لا يمكن إلا أن نقف إلى جانب المقاومين وإلى جانب أهلهم وأرضهم وتثبيتهم في أرضهم وبيوتهم التي تقصف كل يوم كل يوم. فورين بوليسي أصدرت تقرير مهم جدا بيتحدث أنه الحرب بين لبنان وإسرائيل باتت حتمية. برأيك هل صدقت فورين بوليسي بهذا التوقع؟ يعني ما الذي نعيشه اليوم، ما هي؟ ليست حرب حقيقية؟ هلا تنامي حرب مصغرة، الآن حرب مصغرة، هل تتنامى باتجاه حرب شاملة؟ هل تستطيع يعني إسرائيل اليوم أن تقوم بحرب شاملة وأن تقوم بتدمير لبنان على طريقة الغزاوي؟ أنا لا أستبعد إسرائيل أن تقوم بأي عمل لأنها دولة عدوانية همجية، لا أستبعد، لكن هل هناك إرادة أمريكية؟ هل هناك إرادة عربية؟ هل هناك إرادة غربية؟ هل قادرة هي فعلا من دون أن تتلقى؟ بدنا نحن نشوف النتائج، نتائج هذه الحرب وتداعياتها. إذا لبنان ذهب ضحيته جراء الاستهدافات الإسرائيلية 5,000 أو 10,000 شهيد، معنى ذلك أنه سيكون في المقابل في المستوطنين الصهاينة في الداخل أكثر من 20,000 أو 30,000. هل يستطيع الإسرائيلي أن يتحمل؟ يمكن لبنان يستطيع أن يتحمل شهداء لأن هذه قضيته، لكن المستوطنين أو الإسرائيليين يستطيعون أن يتحملوا 30,000 قتيل
إجراء صليات من الصواريخ. يعني أيضا المقاومة لا تقف مكتوفة الأيدي، يعني هناك دمار ودمار مقابل. فإذا الإسرائيلية تحسب لهذا الموضوع، والقضية ليست نزهة يعني على كل المستويات. بالطبع، ولكن اليوم في 100,000 مستوطن بشمال فلسطين المحتلة غادروا إلى الداخل الإسرائيلي بين هلالين، وبالتالي إذا ما رجعوا، وطبعا هن بيحملوا جنسيات تانية، حيرجعوا على بلادهم الأصلية. هل تتحمل إسرائيل هجرة معاكسة في ظل خوفها الديموغرافي بفلسطين اليوم؟ بطبيعة الحال، لأنه نحن عم نشوف حركة الاكتظاظ بمطارات إسرائيل إلى الخارج. نعم. من قبل إسرائيليين يريدون المغادرة. هم بطبيعة الحال هذا أمر لا يفاجئني، لأنه هؤلاء دخلاء على الأرض العربية في فلسطين. هذه ليست أرضهم وليست دولتهم، وهم أصلا يعني بالصميم وبالعقد الذاتية الموجودة لديهم يعرفون أن هذه الأرض ليست لديهم. هم نعم. هم مستوطنون، هم لجأوا إليها، يعني هم لاجئون محتلون مغتصبون لهذه الأرض. فمن الطبيعي إذا كان هناك اهتزاز أمني أو غير استقرار أو عدم انعدام الاستقرار الأمني في هذه الدولة أو في هذا المكان، معنى ذلك أنهم سيذهبون. وطالما أنهم يحملون جنسيات دول روسية، نعم، فرنسية، ألمانية وغيرها، فليذهبوا إلى هذه الدول التي أتوا منها والتي نشأوا وتربوا وولدوا فيها، وليس لهم مكان على أرض فلسطين. نعم دكتور رائد، ولكن ألا يكفي هذا يكون سبب كبير حتى إسرائيل تشن هجوم على لبنان، لتقول للمستوطنين أنه والله نحن هيدا الجيش بيحميكم وأنتوا بأمان طالما أنتوا منضويين تحت هالدولة؟ هو سؤال في هيك لازم إشارة دقيقة لازم نميزها. دائما كانت إسرائيل يعني هي الوحيدة الجيش ولديه دولة، هذا معروف، وبيسموه جيش الدفاع الإسرائيلي. صحيح. وتعتمد على سطوتها وقواتها العسكرية وقصفها الاستباقي دائما التدميري. نعم. هذا يخلق حالة من الرعب، وأيضا حماية للإسرائيليين المتواجدين على أرض فلسطين على طيلة هذا الصراع. لكن اليوم أنا أعتقد أن الموضوع هو تغير، يعني طريقة وأسلوب الصراع والقتال والتكتيك مختلف. أولا لناحية المزاج والرأي العام العربي والرأي العام الإسلامي والرأي العام الأوروبي والغربي. نعم. الأمريكي هذا مختلف تماما. اليوم عم نلاحظ أنه هناك يعني مزاجه مختلف بمكان آخر يعني. نعم. ثانيا والأهم أن هناك انكشاف واضح للسياسة الأمريكية، بمفاصل السياسة الأمريكية. هي المرة الأولى التي تنكشف فيها سياسة أمريكا تجاه إسرائيل، والارتكابات الهمجية والمجازر الوحشية والجماعية التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، وباتت إسرائيل مكشوفة والمغطي لإسرائيل مكشوف أيضا، يعني نقصد به الولايات المتحدة. وهذه الإدارة هي التي تتحمل وستتحمل وزر هذه الحرب وأعباء هذه الحرب. ولاحظنا هذا الانشقاق الكامل بين الإدارة الأمريكية وبين بنيامين نتنياهو وحكومته، ولاحظنا كيف تريد أمريكا أن تضع أسفين في حكومة بنيامين نتنياهو لأنه لم يلتزم. نعم. باستراتيجيتها وهي على أبواب انتخابات. وأيضا ستدفع الإدارة الأمريكية ثمن أنا أعتقد، وتخسر في هذه الانتخابات، لأن المزاج العام الأمريكي هو من الشباب الواعي الذي يستخدم كل التكنولوجيا، والذي يعتبر أن كل المعطيات التحليلية لا تصب في صالح هذه السياسة الأمريكية الخارجية التي أهلكتها وأضعفت قوة من قوة أمريكا وصارت شعبيتها في الحضيض. هذا على المستوى الأمريكي. أما على المستوى الأوروبي فهو نفسه مع تنامي الحركات المتطرفة في فرنسا وفي ألمانيا وغيرها، وهذا أيضا يؤثر على البيئة الاجتماعية الأوروبية، ويؤثر أيضا على الدعم اللامتناهي لإسرائيل من قبل الحركات المتطرفة اليمينية. نعم. اليمينية إن صح التعبير، يعني ما يعتبروا أنه إذا كان اليمين قوي ونجح في أوروبا معنى ذلك أنه سيساند إسرائيل، معنى ذلك أنه سيقف حتما ضد إسرائيل وضد الحكومات التي تدعم إسرائيل بالسلاح وغير السلاح، وهذا كله أمام تحولات. فإذا هذه التحولات اللي عم نتحدث نحن عنها في هذا الصراع، ما عاد تحسب إسرائيل كما كان في السابق أنا تستطيع أن تحمي المستوطنين وغيره، لأنه حركة الصراع مختلفة. اليوم أداء المقاومين مختلف، تكتيكاتهم العسكرية مختلفة، المسيرات، الصواريخ التي يطلقونها، كل ذلك مختلف، ولم يعد كما تريد إسرائيل على هذا المستوى. تفضلت حضرتك بالقول بأنه اليوم الإدارة الأمريكية تدق أسفين بحكومة بنيامين نتنياهو، واليوم في تقارير تقول بأنه بايدن أبلغ نتنياهو شخصياً أو الإدارتين بأنه لا ذخائر لحرب الشمال مع لبنان.
أمريكا اللي عم تغطي إسرائيل من 6 أشهر بعدوان على الشعب الفلسطيني صادقة بهالناحية؟ ليس هناك من صدق في الإدارة الأمريكية. نحن نعرف أن هناك انقسام وتخبط لدى صناع القرار في الداخل الأمريكي، ومنلاحظ أن هناك تناقضات. كانت تقول أننا سنعلن عن وقف الحرب لكننا نعم. سنمد إسرائيل في السلاح، أننا ندين الهجمات الإرهابية أو الإبادات الجماعية بحق شعب غزة لكننا سنطرح الفيتو ضد إدانة إسرائيل. يعني هذا تخبط وتناقض واضح. لا تستطيع أن تستأمن الأمريكي على هذا النوع من التصريحات، وما في اللبناني يعيش مستقبله مرهون لما يريده الأمريكي أو ما يرغب به من تصريحات يمكن معظمها متخبط ومتناقض، لأنه هو عواب انتخابات، وبالتالي هو بيقيس المزاج للرأي العام الأمريكي وعلى أساسه يتعاطى، وهذا ما لم يفهمه عليهم بنيامين نتنياهو وهم يمرون بأخطر مرحلة من انقضاض جمهوري بقيادة ترامب على نظام الحكم وإدارته، وبالتالي ستكون أمريكا والولايات المتحدة في مكان آخر من العالم. هذه هي الخطورة التي لم يتحسبها نتنياهو ولم يتلقفها بعض العرب ولم ينتبه لها الأوروبي، من أننا أمام موجات تحول كبيرة جدا على مستوى السياسة العالمية. دكتور، اليوم بغزة الحديث عن هدن صار كتير، ولكن ما عم نشوف شيء حقيقي على الأرض. ليش؟ أول شيء هم يريدون أن يتلاعبوا بالكلام، ولذلك كان السنوار واضح عندما أرسل رسالة عاجلة إلى موفديه المفاوضين في القاهرة بأن أوقفوا هذه المفاوضات ولا تقبلوا. يعني كان الحديث الأخير عم يتحدث عن أنه إخراج بعض الرهائن، يعني أعطونا حسنية لإخراج 20 أو 30 رهيني لقاء عدة أيام تصنبط. يعني هم بدهم يحاولوا يستفيدوا قد ما فيهم يجروا من الرهائن أو من الأسرى، وبعدين تستمر عملية التدمير الممنهج، واللي هن براسهم كهدف استراتيجي إخراج الفلسطينيين الذين حصروهم في منطقة رفح إلى الأراضي المصرية. الاستعدادات صارت واضحة، وللأسف عم نحكي تقبل المجتمع الدولي صار، يعني رغم أنه هو منتعد وبيستنفر بالأعلام وكذا، بس صارت الأرضية أنا أعتقد مهيئة مصريا وغير مصريا يعني. فهذا أمر خطير جدا على هذا المستوى. قضي الأمر يعني بهالموضوع دكتور اليوم؟ يعني هلأ نحن إذا هاي الهدنة برمضان، هني عم بيقولوا أنه هذه الهدنة في رمضان، الأمريكي يريد تنفيذ هذه الهدنة قبل رمضان، يعني على أبواب رمضان لمدة 6 أسابيع، وبيعتبر أنه بعد 6 أسابيع يعني نكون خلق مستجدات مختلفة تماما، يعني نستطيع أن نتعاطى بكون ارتاحوا على وضع الأمريكيين، عرفوا كيف بدون يفكروا شو في بالمنطقة أكثر، لأنه بعده أصلاً الصورة ضبابية. هذا الموضوع أنا إذا فشل هلأ بالمفاوضات، لأنه المفاوضات بالقاهرة أو مفاوضات رمضان أو الهدنة برمضان لها مفاعيل، يعني بدون وقف دائم لإطلاق النار حركة حماس، عودة السكان إلى شمال القطاع، بدء الأعمار، هل هناك استعداد إسرائيلي للقبول؟ معنى ذلك سيتفرغ الشعب الإسرائيلي لمحاكمة نتنياهو، ستسقط هذه الحكومة حكما بالدفع الأمريكي، بقوة الدفع الأمريكي، وستشكل حكومة بإرادة أمريكية، وهناك وزير أحد الوزراء الذين ذهبوا إلى أمريكا باستدعاء أمريكي يتم التحضير له ليكون يعني عماد هذه الحكومة. غانتس قصدك بده يكون تماماً رئيس الحكومة المقبلة؟ تماما، مش زعيم المعارضة يا إيه تحالف مع تحالف وسطي. هذا ممكن أن يكون أقرب إلى السياسة الأمريكية ومقبول، لأنه بدنا نتحدث نحن عن إدارة لقطاع غزة فيها كوكتيل مزيج يعني من السلطة الفلسطينية وإدارة الحكم الذاتي في غزة، وكل ذلك هذا بده يكون بوفق الشروط، يعني وفق الإرادة الأمريكية والقبول الإسرائيلي وغير ذلك. هذه الحكومة ما ممكن أن تقبل بهذا النوع من الاستقرار أو وقف إطلاق النار. الواقع السياسي اللي كان قبل 27 الأول بغزة سيتغير حكما مهما كانت نتائج المعركة بعد انتهائها في غزة أيضا؟ لا أكيد، ما فلسطين وقضية فلسطين هي المؤثر وهي المرآة التي تنعكس صورة العالم العربي كله. يعني لن تحكم حماس القطاع مجددا، أقل بشكل منفرد مثل ما كان؟ لا، صار الحديث، لا صار الحديث هلا عن إقامة حكومة ائتلافية، يعني حكما فيها السلطة الفلسطينية، وهي قدم رئيس الحكومة والسلطة الفلسطينية استقالته. نعم. معنى ذلك أنهم ذاهبون إلى تشكيل حكومة ممكن أن تكون في قطاع غزة مزيج
وأن يعني حكومة إدارية أكثر مش حكومة أمنية يعني سياسية بهذا الموضوع. هذا كمان بدك أنت تعطي شيء للجانب الأمريكي الإسرائيلي لحتى يقدر يهدي الحرب يعني بهذا ويبدأ الأعمار كمان بطبيعة الحال. نعم دكتور، بدي أقول للموضوع الداخلي اللبناني السياسي، هناك مبادرة الاعتدال الوطني، كتلة الاعتدال الوطني اللي عملت جولة على جميع الفرقاء واستطلعت على ما يبدو الأراء، برأيك هل هي كافية اليوم لإنتاج رئيس للجمهورية بعد شهور لأشهر طويلة؟ هلأ خلينا نحكي هلأ شوي كلام شوي قاسي بلبنان، لأنه أنا كمان ما بدي أضيع وقتي بالتحليل. نعم. على طبقة سياسية تافهة صراحة، يعني لا تستطيع أن تنجب لا رئيس ولا نائب ولا أن تقيم أي وزن أو اعتبار لهذا الشعب المعتر المسروق المنهوب. يعني هذا يعني حرام نضيع وقتنا بالتحليل لهكذا سلطة سياسية بمعظم نوابها إن صح التعبير. كمان هؤلاء النواب اليوم يعني هن يعني يميلون إلى الرئيس الحريري، على اعتبار أن إذا استطعنا من خلال هذا التقاطع ومن خلال ما طرحه الثنائي الوطني من ترشيح لرئيس سليمان فرنجي، فحكما سيكون رئيس الحريري هو من ضمن المعادلة برئاسة الحكومة. يعني هي التركيبة هذه يوافق عليها جنبلاط، يوافق عليها رئيس بري، يعني بتناسبه لأن رئيس بري يريد عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة. مدفوعين هيدولي يعني قتلة الأعداء؟ ما بدنا نقول مدفوعين، لكن تلمست. يعني دائما هالقوى السياسية هي بحراك دائم، يعني بتبحث، والسياسية بتحب الفراغ، فتبحث عن أماكن يمكن أن تلتقي فيها وجهات النظر أو التقاطعات على هذا المستوى. فبتعتبر أنه طالما أن الرئيس الحريري لم يأتي بالدفع السعودي، يمكن السعودي لازال بعيدا عن هذا الموضوع، ولن يعيد الكرة أو التجربة مع آل الحريري على مستوى الحكم، فنحن من الداخل خلي يتم إنتاجه من الداخل اللبناني من دون أن يسقط إسقاط بالمظلة السعودية. هي تجربة وهذا رأي. أنا بتمنى أنه يكون دائما إنتاج الطبقة السياسية أو الإنتاج السياسي دائما يكون خلال نتيجة التفاعل الداخلي، بغض النظر إذا نحن معهم ولا لا موضوع تاني، بس طالما في حراك داخلي عم ينتج أو عم يكون صناعة وطنية وإنتاج حقيقي لبناني، فلا بأس بذلك. يعني إذا نجح يعني عم نقول، بس هو صعب في ينجح لأنه نحن نعرف التكتلات النيابية في البرلمان كتير متشرزمة ومتشعبة، ومن الصعوبة يعني على أحد أن يستطيع جمعها إلا بموافقة إيرانية أمريكية قطرية. يعني اليوم شبه إجماع سني وإجماع كامل للثنائي وبعض الحلفاء من المسيحيين والوزير والنائب وليد والنائب تيمور جنبلاط كتلة اللقاء الديمقراطي، منهم كافيين للوصول لإيصال الوزير سليمان فرنجية؟ لا أكيد لا، لأنه في قوى أساسية معترضة على هذا الموضوع، وبالتالي يعني التمثيل المسيحي مفقود بهذا الجانب، بالإضافة إلى نواب تغييريين وغيرهم، واللي اصلا يعني ما شكلوا حالي من النفور او الهيكل، يعني ما عاد كثير انه الواحد كان يامل انه يكون خطابهم متميز، لكن ما عندهم روحيه في اي خطاب. صدموا الناس نواب التغيير اليوم؟ هلا ايه صدموا الناس، ايه حكما، وانا صدموني صراحه، يعني صدموني بقله الوفاء للناس لشعور لجماهيرهم، يعني مش لبركيكة الخطاب السياسي، ما في عندهم مبادرات. يعني إذا هن كلهم 10 نواب وكل 3 بميلوا بقسم وعندهم رؤى، يعني كيف يمكن أن ينتج؟ يعني كيف يعني؟ لذلك هون نحن عم نتحدث عن انتهاء كامل لمفاعيل ثورة 17 تشرين. هل العديد منهم اليوم دكتور لهؤلاء النواب دون ذكر أسماء هن ودائع للسلطة السياسية بقلب هالبرلمان؟ مش وداع، ما فينا نقول نحن هيك، جزء منهم وداع للسلطة السياسية، جزء منه محكوم بموقعه الجغرافي، جزء منه صناعة NGOs ومجتمع مدني، جزء منه صناعة تلفزيونات. صناعة تلفزيونات، يعني هذه التلفزيونات أو هذه المحطات الإعلامية اللي هي بتبرز شخصيات وهو بكون عصارتها. نعم. عرفت علي كيف؟ ويتقدم على المسرح السياسي وبيصير له شأنه وبيفوت وكذا، ومن دون ما يعني، والمشكلة انه كلهم عم بينعكس على هذه القوى السياسية. يعني في احد النواب
طلعته الإعلامية وعملوا له برامج سياسية كتير هائلة وقووه على أساس أنه هو قائد التغيير وهيك. هي اليوم يعني بأصعب المحطات في لبنان هو كتير يعني موقفه ضعيف وهجومي ومتردد ويعني عميل عن الساعة اللي أبرزوه فيها وغسلوا له وجهه وجابوه على من هو أنه؟ لا من احد نواب تغييرين يعني بقضاء علي على كل يعني وفي كمان يعني يعني كما مثلا بقضاء علي عم تقول على كل على كل كما ما يعني ما مستهلين تسميه يعني ما نعم الفكرة أنه يعني مثلا كما حزب الله يعني أثقل اللبناني بتحالفه مع عون ومع باسيل اليوم مثلا بمعركته الحقيقية التي يجب أن يقف ويكون سيف بظهره تخلى عنه. طيب انت حملتني 20 سنة تحالف وزر وتقول الدم قيادات التيار الوطني الحر بما في حملتني كل تقالتهم وكل نهمهم على الوزارات وعلى المكاسب وعلى المناصب ووقت المعركة الحقيقية مع اسرائيل ما وقفوا معك ووقفوا على جنب وبالعكس عم يهاجموا. طيب انا يعني ايه غلطوا في غلط يعني صراحة في غلط او سوء تقدير خلينا نكون واضحين مع المحبة كلها لانه ما بدنا احنا نجيب سيها يعني سيرة اي موضوع لانه موضوع اسرائيل موضوع مختلف نعم. ولازم نكون كلنا يد وحدة يعني بفهم منك انه حزب الله طعن بظهره من التيار الوطني الحر وبس مش قادر يقول اليوم هلا ما فيهم هن يقولوا الجماعة لانه هلا متفرغين لمعركة استراتيجية نعم. كبرى ونحن معهم فيها يعني ما فينا من هذا الموضوع ما بدنا هلا نفوت بعد انتهاء هذه المعركة برأيك يعني لإلك بمعركتك الأساسية الحزب يعني. الحزب سيغير من خارطة التحالفات يجب أن حكما يجب أن يغير يجب أن يغير بمعادلته الوطنية وأن تكون معادلات حزب الله على مستوى لبنان هي معادلات وطنية ولا تحكمها المعادلات الفئوية والطائفية حتى لو بده يجيك أنت تحالف مهما كان قوي مسيحي أو مسلم أو درزي أو شو من كان يجب أن يستند إلى معادلة وطنية في بناء الدولة مش معادلة طائفية ومذهبية وفئوية بس حزب الله وطني الحر. دكتور بس حزب الله منه بحاجة اليوم لغطاء من كامل المكونات أنا هذا اللي كنت بقوله أنا أساس بالأساس المقاومة ليست بحاجة لغطاء أحد طالما المقاومة هي فعل شرعي وهي فعل مقونا وهي فعل دفاعي عن لبنان لحماية لبنان ما هي بحاجة لغطاء أحدا لا من المذاهب ولا من الطوائف ولكن بظل الخارطة هي حالة تفرض أنه لا هي حالة لا هذا ما لازم تتكرس وهذا اساسا يعني اساس الشرخ اذا بدك يعني بالموقف بيني وبين انتقادي يعني لحزب الله بهذا الاداء بالتحديد ان هذا الحزب بتضحياته الكبيره بحمايه لبنان بمواجهه اسرائيل والمشروع الامريكي ما هو بحاجه لاي غطاء مذهبي على هذا المستوى نحن بنعرف المجتمع اللبناني دائما بحاله انقسام نعم. هلا انت اي مشروع تطرحه مش بس اسرائيل اي مشروع تطرحه المجتمع اللبناني انقسم عليه حكما مين اكثر طرف سياسي اليوم زاعج حزب الله التيار الوطني الحر اذاب الصميم وعمل معه تحالف وحملنا وزر هذا التحالف لكل اللبنانيين اكثر من خصوم حزب الله على مدى 20 عام حزب الله واضحين خصوم حزب الله ان كانت القوات او الكتائب عندهم خطاب سياسي بيقولوا بدنا 1-2-3 ماني مستحيين فيه لكن كل هذه الاستفادة اللي استفادها التيار الوطني الحر ومن وجوده وشرعيته على هذا المستوى شرعيته بالمعنى الدستوري طيلة هذه والوزارات اللي تستحوذ عليها والتوظيفات والمصاري والجاه واليوم في معركة مصيرية في لبنان لا تقف مع المقاومة أو يعني نحن افترقنا معه في الداخل على مستوى سياسات لحزب الله في الداخل يعني تبيننا بس صحيح. مع بالمعركة وقفنا معه وما نقبل وهذا موقفنا الحقيقي يعني ما فيها شيء هاي هي إسرائيل بالنهاية ما بنسمح لأي انقسام على مستوى إسرائيل يكون بلبنان أنه ينحكم ويأخذ مدينة ممنوع يجب أن تسكت أو نسكت هذه الأصوات التافهة اللي ما بدي سمي أنا لا بدي خون ولا بدي سمي بس تافهة أقل ما يقال أنها هي تافهة أنه أنت معركة بهذا الحجم مع إسرائيل وبتقول عنه أنه هم أدوات إيرانية أو أدوات خارجية وبينفذوا المشروع هي إسرائيل هي إسرائيل بكل لحظة أنت معرض أنها تيجي تغتصب أرضك وعرضك وبيوتك وتسكن وتدمر هي إسرائيل ما حدا بيفهم شو بعد ومعنى هذا الصراع ما يبقى يحكي للسياسي عيب ولكن دكتور إذا بدنا نرجع للطرف اللي حضرتك عم تسميه البعض قالوا أنه رئيس التيار موعود برفع العقوبات الأمريكية عنه كمقدمة ممكن لطرحه كخيار لرئاسة الجمهورية وممكن يكون معتبر أنه الهجوم على حزب الله يحقق له هذه المصلحة هذا الكلام هذا يعني هاي بالمخيال صار
لأنه هلأ بثورة 17 تشرين هلأ لولا حزب الله كان بقي التيار وبقي ما بقي حدا، وحتى ما كفى ولايته رئيس عام. أجهد الثورة يعني حزب الله؟ مش قصة أجهد الثورة، وقوفه إلى جانب معاون لأنه كان ممثل الرئيسي يعني بيعتبروه رمز. مش عم بيحكي أنه هلأ هي الثورة كانت كلها يعني كان رمز للدولة يعني كان رئيس جمهورية ورمز للدولة رئيس. بيسقطوه يعني شو المشكلة يعني؟ إنه مثل لو بيسقطوا رئاسة الحكومة إيه بيسقطوه شو يعني؟ شو ما في حدا مقدس بالحياة السياسية، أنت بتشتغل بالحياة السياسية بتجي في ارتكابات وفي محاسبة، الشعب بده يحاسبك خلصت، شو بدها هالقد يعني؟ ما حدا مقدس بالحياة. بس هالمنطقة اللي عم تحكي حضرتك وكأنه عم توافق بعض الأصوات اللي بتقول إنه الثورة وقفت عند حدود إسقاط سعد الحريري فقط لا غير. ما هو هذا ما لا يجب أن يكون. أن فقط السلطة التنفيذية، أنا بدي أحكي رأي وأشير إلى إشارات طائفية ومذهبية، ما بحب هذا الحكي، بس لأنه السلطة السياسية أو السلطة الحكومية التنفيذية يرأسها شخص سني فبدها تسقط هي حكما لأن هي المسؤولة أمام الناس. هي شروط اللعبة الديمقراطية. هلأ مسيبي أنه سني عليها، أنا لا أدعو كمان إلى أسقاط بري أو رئيس، إذا كان هناك أخطاء وفي نقمة في الشارع متمادية إلجأوا إلى الإصلاح وشوفوا شو بده الناس وعالجوها. ما تتحايلوا على الناس بأطر والتفافية ومذاهب ومدري شو حتى تضيعوا في البوصلة، لأنه تضيع البوصلة بوصلة المطالب للناس لك لو أن وصلتنا. في إرادة إصلاح اليوم ليش يا دكتور؟ لا. وهذه السلطة كيف ستصلح؟ عم توعد دائما دائما دائما. الإرادة الإصلاحية لحد هلأ أنا اللي تلمستها بخطابات الرئيس بري فقط وتنفيذية إذا بدك صراحة عم بحكي. الرئيس بري أخذ قرار بأنه أخذ قرار إصلاح كل هالسنين الأخطاء السنين الماضية. هذه الأخطاء هي من السيستم الراكب بالدولة اللبنانية. صحيح. هلأ هذا السيستم مين من عبيت فيه بده يخطئ بده يحكم. طيب على الأقل بدأ الرئيس بري من محاسبة، بدأ من ناسه. هل تعلم أنه يعني لديه في ملفات التربية وغيرها أكثر من 13 موقوف؟ نعم. وحكموا أحكام كبيرة يعني، ولم يتدخل لا بالقضاء ولا بأي شيء ورفض. طيب خلي غيره يعمل هيك من القوى السياسية، خلي غيره على الأقل يعمل نصه. بنوصل لحل برأيك؟ حكما لما تبدأ المحاسبة من مكان، بدك تبدأ أنت من مكان ما. طيب هي الرئيس بري بدأ من مكان ما وعم بيقول لا خلونا نبلش نبني دولة، وأصلا هلأ حتى على المستوى المؤسسات وين في مؤسسات غير مجلس النواب ومين عم بيزور غير يعني المفدين وإعادة ترتيب الوضع اللبناني وكذا، يعني هاي المؤسسة الوحيدة الباقي ما حدا يعبس فيها على مستوى مجلس النيابة، يعني هذا موضوع خطير جدا. هاي المؤسسة الوحيدة الباقي اللي عم تتفاوض وعم تركز أمور الدولة، إذا حولناه هلأ لهيئة ناخبة مثل ما بعض عم يطلب منبطل نشرع نتوقف كل الأعمال في الدولة اللبنانية، وطالما بيعرف انه مستعصى ان ندخل الى حل على مستوى الرئاسي وانه بده توافق كبير داخلي وخارجي، فمع ذلك خلوها هذا بمهامها التشريعيه. يعني هذا راي الرئيس بري الصواب يعني فيه. يعني ما في رئيس على العيد كما وعد اللبنانيون؟ ما لا اعتقد. مين يعني مين اللي بايده العصا السحريه ليجيب رئيس على العيد و يعيد اللبنانيين؟ ما في شيء اسمه عيد ولا في شيء رئيس الا بتوافق القوى الكبرى. لبنان طول عمره هيك بتسويات دولية، بلد صغير يخضع لمؤثرات دول كبرى ومصالحها وتجاذباتها اللي بتدخل على الطوائف وبتعمل حركة سياسية من الداخل بما يتوافق مع هذا الخارج. كان بالقبل الخارج نعم. سعودي أمريكي سوري، اليوم قطري إيراني أمريكي. هل بدي أحكي فيه دكتور؟ حكيتني عن القوى الكبرى ومحاولات أو نية أمريكية لإخراج الفرنسي بشكل كامل من لبنان. أخرج الفرنسي أخرج بزيارة هوكشتاين، أخرج من لبنان. أساساً الفرنسي ما قدر يفرض معادلة لأنه ضعيف. خلينا نحكي، نحن نحكي السياسي وقوة السياسة الدول هي بحضورها هذه القوة التي تمتلكها بتحولها لنفوذ كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. ما في اليوم لا تملك القوة فرنسا ولا تملك النفوذ، على مين تمتلك النفوذ؟ بإعمار المرفأ مش قادرة، بالتسوي بين اللبنانيين مش قادرة، بحضورها ومداها الحيوي مش قادرة. ما هي انسحبت من كل المستعمرات اللي كانت محتلتها، كان بأفريقيا طردوها طرد، وسياستها هشة وضعيفة على المستوى الخارجي، حتى مبعوثيها يعني ما لهم اللياقة الدبلوماسية أو قوة الحجة الدبلوماسية أو قوة الإقناع. يعني مش معقول بيجي يعني لودريان الى بيكعروا بسير كعروا من الجلسه يعني ما عنده انه يعني هل يجرؤ حدا انه يعمل مع هوكشتاين مثل ما عملوا مع لودريان؟
لا الموضوع المعادلة الأمريكية مختلفة، هي أمريكا يعني، يعني بالنهاية أمريكا تنشط بدبلوماسيتها بسياستها الخارجية، موضوع مختلف. حتى لو ما كنا فرنسا ما بقى تمون اليوم حدا بلبنان، لا أعتقد أكيد لا. لاحظ أنت خطابات القوى المسيحية، هل التيار العوني معه؟ لا. هل كتائب معهم؟ هل فرنجية معهم؟ حتى فرنجية اللي هو كان ممكن أن يقبل بدور فرنسي، الفرنسا قالت إحنا ما قلنا أنه فرنجية بدنا إياه، فهوني كمان قطع الحبل. قبل 7 أكتوبر كان ترتبط بعلاقة نوعا ما جيدة مقارنة بالعلاقة الأمريكية أو البريطانية أو بعض الدول العربية حتى مع حزب الله. اليوم هيدي كمان العلاقة بعد موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة كمان راحت مع حزب الله. ما في شيء بالحياة السياسية بيروح. هاي المبادرات وهي العلاقات تبقى موجودة، يعني كما السفيرة الأمريكية كانت تتجول أيضا الضاحي وتزور يعني بعض الشخصيات بحزب الله، يعني والسفير الفرنسي والسفير الفرنسي، يعني كلهم كانوا موجودين وعم يتواصلوا واللقاءات قائمة. حتى ألمانيا كانت تفاوض حزب الله على أسرى وعلى غيره، هذا موجود بالحياة السياسية، مش غلط أصلا. يعني اليوم معطيات غزة أو حرب غزة اختلفت على مستوى الاصطفافات، وهذا رح تأثر على مستوى الاستقطاب الإقليمي الموجود، وكيف بدنا نغير هذه النظم. هل في لبنان سيبقى بعد هذا الحرب وفق هذا النظام السياسي والسيستم القائم؟ سؤال كتير كبير. هل سيبقى رئاسة الحكومة بهذا التمدد؟ هل سيبقى اتفاق الطائف بهذه الصيغة العدمية اللي أنتج عدم في لبنان، عدم لحالة سياسية؟ هل ستبقى سوريا كما هي؟ من يجرؤ اليوم دكتور، اليوم مين بيجرؤ بلبنان على مجرد التلميح بأنه لابد من تعديل الطائف أو إلغاء الطائف أو كتابة؟ ليش ما في المعادلات القوة اللي من يجرؤ اليوم بلبنان؟ كل من يستطيع. أن نحن أمام معطيات جديدة جراء حرب غزة. هذه المعطيات هي التي تفرض نفسها على صيغة العيش وصيغة الدستورية في لبنان وفي سوريا وفي غيرها. سوريا باقي يعني بعيد عن المؤثرات، لا هي ستخضع لمؤثرات يمكن أكثر من لبنان وقبل لبنان. يعني مين قال؟ فإذا نحن وصلنا لمرحلة فيها عقم بإنتاج حل سياسي، طب غير المعادلة، وين الغلط؟ مين بده يرعى هذا الشيء كله بلبنان؟ القوى الكبرى، القوى الكبرى النافذة والتي كان لها يد على مستوى حرب غزة وعلى مستوى إعادة ترتيب النظام الإقليمي. بتقول لي هلا مصر بفهم من كلامك انه قطر بتقول لي ايه في دول وازنه بفهم من كلامك، بفهم من كلامك دكتور نتيجه العلاقه الجيده بين ايران وقطر والولايات المتحده الامريكيه وقطر، لبنان سيسلم الى قطر. يعني قبل 2005 كان السورية في لبنان، بعد 7 اكتوبر ستصبح قطر هي اللاعب الرئيسي في لبنان ومن تدير هذا الصراع السياسي بالبلد. هلا ان شاء الله يكون هيك، يعني لانه التاثير القطري اذا كان على الداخل اللبناني هو تاثير جيد محمود، يعني تاثير مالي تاثير اقتصادي بلعبه لاداره البلد، يعني ليس كما كان التاثير او القوى الخشنه السوريه كما كانت في لبنان. يعني كان وقتها ملزم لبنان لسوريا، فكانت تركيب طواقم الحكم مثل التعيينات بتيجي من الباب العالي وهيك كان يصير. سيلزم لقطر كمان؟ لا بقطر مش بمعنى التلزيم، يعني قطر تطرح مبادرة وتدعمها إذا وافق اللبنانيين عليها، هذا أمر جيد. يعني التجربة القطرية منيحة لا بأس بها، ولو أنه ما كانت هي الغاية المنشودة في لبنان. نحن نريد بلد بنظام مدني، دولة علمانية. في إجماع اليوم على الدور القطري من كل اللبنانيين، محبوب الدور القطري، محبوب عالميا، يعني مش بس هون، يعني محبوب يعني بكل النزاعات، بأفغانستان عملت تسويق، بإثيوبيا، بمصر، صحيح. وين من دخلت كانت تعمل تسويق، غاياتها وأهدافها ومنطلقاتها جيدة، حتى بحماس مع الإسرائيليين. يعني كل هذا الدور هو محمود ومطلوب ومرغوب ومش مؤذي، يعني الدور القطري. فأعتقد أنه هي بتشكل حلقة وصل، حلقة وصل وتفاهم ما بين الإيراني والأمريكي بأماكن ما على مستوى الإقليم، ممكن أن تلزم هذا الدور بإعادة ترتيب الأجواء في لبنان تمهيدها أو تمهيدا للتسوية الكبرى على هذا المستوى. هذا بيتطلب طبعا وقت بعد ما ننتهي من مفاعيل هدنة غزة إلى استقرار دائم وانسحاب كامل وغير ذلك وغير ذلك من القضايا. نجحت اليوم قطر بالقفز فوق الخماسية وإدارة الأزمة في لبنان بشكل منفرد؟ هذا سؤال مهم. إيه بتقدر هي، يعني هي أرادت إزاحة مصر عنها، لأنه بدنا ننتبه، لأنه الدور يعني هناك دور ثقل لدور إيراني،
بالخماسي كان مقابله بالتوازن القوى الدور المصري ثقل. القطري هون ما بيكون له الفاعلية في طرح التسويات والمبادرات، لأن القطري ينسق أمريكا طهران بشكل أساسي، ودوره أقرب لأمريكا أكثر يعني. فالدور المصري هون بيكون تقيل عليها أو عبء مع الدور القطري. فلذلك أنا أعتقد من إحدى أهم التعثرات في الخماسية في لبنان وهلأ من كفئين ومجمدين بالتلاجي هو رغبة قطر بالانتهاء من الدور المصري. نجح قطر أنه موجود الدور المصري في غزة ممكن يقبل به حدود الظرف الجغرافي إلى آخره، بس في لبنان يعني مش رح تقبل فيه لأنه بشكل عبء عليها أو يعني تقل عليها على المستوى السياسي وعلى مستوى الوزن الإقليمي. فهذا أعتقد بعتقد أنا تستحل محلها الكويت. الكويت؟ إيه الكويت ستحل محل بالخماسية محل مصر. مصر مصر هذه القوة العملاقة العربية اليوم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا مش قادرة تواجه دور قطري. كيف شو مفهوم القوة استاذنا الكريم بالدولة؟ قوة مؤثرة يعني اليوم يعني مصر اليوم مصر إذا كيف طلبت وين مؤثر؟ إذا طلبت اليوم مصر بحجمها من أي قوة كبيرة طلب معين، مش مثل اليوم ما تطلب قوة صغيرة. لا مش صحيح، مش صحيح اليوم بمفهوم العلاقات الدولية، لأنه مفهوم محدث اليوم. يمكن دولة مثل لبنان أو مثل قطر قادرة أن تلعب دور أكبر من أي دولة بأسلوبها بإعلامها بأموالها، هذا كله بيلعب دور. يعني كيف ستؤثر إذا كانت دولة بدها تلعب دور ويكون مداها قوي الحيوي؟ كيف تفرضه بأنه يكون عليها 177 مليار دولار دين، ديون داخلية وخارجية، بأنها تبدأ ببيع الأصول، تبدا برهن المؤسسات الدوليه؟ نقطة مهمة. انا ما بدي هلا انا ما بدي هاجم رهن الرئيس السيسي. انا ما بدي رئيس السيسي اليوم رهن مصر، ما بدي هاجم مرهوني مصر، ما بدي هاجم انا دول بعيني هلا، لانه نحن منكن الاحترام لكل الدول وخاصه العربيه والاسلاميه كلها، ما من بس نحن عم نحكي عن دور هذه الدوله كيف بيكون فاعل عندما تحسن مشروع الانتاج الاقتصادي الداخلي. هذا المشروع الانتاج الاقتصادي الداخلي بيعمل لها نوع من سياسه خارجيه قوية ثابتة مستقرة ووازنة في الإقليم. هذا مش موجود، ما بنقدر نحن نتحدث عن دور إقليمي. هي غزة رح يترحلوا لعندهم ويتوطنوا عندهم ويشتروا الأرض وخلص، ما قدرني يعملوا. هل يستطيع دولة في مصر وبوزن مصر تقف على حافة غزة وعم يذبح الشعب بتقدر تفوت له كباية مي؟ يعني أنا في أسئلة كبيرة. ما بدنا نهاجم نحن، منا بصدد المهاجم، بس نحن صدد التقييم لهذه السياسات. إنه دولة بهذه العظمة 110 مليون نسبي مصر وعظمتها وتاريخها المجيد والمهم، مش قدران تفوت أنين مي للشعب الغزاوي اللي عم يذبح على أرضه ويمكن يرحل إلى سيناء. شو سبب الضعف المصري اليوم؟ في ركاكي، وأول شيء في استفراد يعني أنا ما بتحدث عن السلطة، استفراد بالسلطة، ما في تنوع العملية الديمقراطية. وثانيا ما في إدارة للاقتصاد، إدارة فوقية للاقتصاد المصري باستثمارات خارجية، بتيجي بتستبيح البلد، تستفيد من جنات الضريبية، وبالتالي بصير البلد كله مؤسساته مرهون للخارج، وانت ديونك عم تتراكم. واتت أزمة البحر الأحمر وعسكرة البحر الأحمر، خفت إيرادات قناة السويس كل، وأيضا مشروع الغاز المصري اللي هو مسكيته إسرائيل بشكل كامل. أنا ما فيني إرهن كل مؤسساتي وكل أصولي وكل أموالي وكل ثرواتي للخارج، ولا يتحكم بها الاستثمارات الخارجية وأنا بوقف عم تفرج أنه أنا عم ببني دولة. كيف تبني الدولة؟ لا تبنى الدولة بهذا الموضوع، بمدن بالصحراء لا تبنى الدولة بهيك أبدا، أو بمشاريع غير منتجة، بيجي بعمر أنا مدن وبعمر مشاريع عقارية وكذا دون جدوى اقتصادية، فارغة وطيفة، حط مصاري أنا بركب ديون على الدولة. لا، أنا بعمل مشروع يمكن اقتصادي انتاجي لزراعة البطاطا أو القطن أو أحسن من أي مشروع آخر، على الأقل بقدر أعمل نوع من اكتفاء الذاتي للشعب. ما أنت عم تستورد وعم تخسر أموال عملة صعبة، وأنت عندك استدانة بعملة صعبة، ورفعوا الفائدة على الدولار الأمريكي 4 مرات، فبالعالم كله زادت أنت فوائدك. ما بيصير هذا الحكي. في سياسي، في متخصصين بالاقتصاد يجب أن يأخذوا دورهم. هذا مش عم يصير، مش بس بمصر، حتى في لبنان. يعني هلأ إحنا عندنا اقتصاديين عم يأخذوا دورهم لحتى وصلوا البلد لها. نعم. قبل ما أخطب معك دكتور رائد، بدي أسألك آخر سؤال عن موضوع مصر. بالطبع اليوم في استثمارات هائلة اجت على مصر بعشرات مليارات الدولارات بالتزامن مع الحديث عن إعمار ممكن أماكن سكنية معينة بسيناء،
والحديث أنه خلص يبدو في نية لتهجير أو مش نية، يبدو تخذ القرار بتهجير أهل غزة إلى سيناء. في رابط بين هال الأمرين؟ هل مصر قبضت الثمن؟ يا صديقي أكيد، يا لأني بيقولوا أنه إجيها 25 مليار دولار. نعم لهذا الرقم. هلا بدي أنا أحكي بهاي الخاني يعني أو بهاي الزاوية تخوين، ما بحب يعني، بس نحن بنشوف الوقائع قدامنا. نحن نتكلم عن وقائع. طيب أنا بشوف هذا الجمود وهذا السكوت لشعب عم يزبع على الحدود مكدس أكثر من مليونين برفح. صحيح. ما في عودة. وخليني أنا يعني أنا شخص بحكي سياسي مثل ما هي وجريء بطرحي. نحن بدنا ننسى نص قطاع غزة. خلينا نكون واضحين. نص قطاع غزة شو حزام أمني للعدو الإسرائيلي؟ حزام أمني؟ أبداً، أخذت نص قطاع غزة خلص خلصت. يعني كيف نحن قتلنا وقتت إسرائيل بالسبعة وستين وأخذت قطاع غزة والجولان ومزارع شبعة وسيناء والضفة الغربية. نعم هيك إسرائيل. في تخاذل برغم البطولات العظيمة اللي قدمها المقاومين في لبنان وفي فلسطين، بس بدك تنسى نص غزة. وهذا كلام مصادر دبلوماسية لأكثر من سفير عربي على اطلاع مباشر أسروا لي إلي. تنساها. انتهت غزة عمليا؟ نصف غزة. النصف الثاني ما بعرف شو بصير فيه، للمستقبل شو رسمين له. إلى سيناء ما بعرف. إن شاء الله طبعا ما تكون توقعاتي صحيحة أبدا بالمطلق، وأن يعود كل الفلسطيني إلى أرض فلسطين. نعم دكتور، اليوم بدي أختم مع حضرتك الحلقة بسؤال مهم. اليوم 5 أدار 2024، بخمسة أدار 1984 تم إلغاء مجلس النواب اللبناني اتفاقية 17 أيار اللي عملت مثل معاهدة بين لبنان والعدو الإسرائيلي. اتفاقية 17 أيار. اليوم باعتقادك إذا دلينا متروكين لحالنا، نحن رايحين على 17 أيار جديد؟ لا، طالما نحن في عنا حركة مقاومة لا تقبل ولا تقول الإسرائيلي أنه نحن راح نسلم، معنى ذلك لن يتكرر موضوع 17 أيار. 17 أيار إذا نتذكر نحن كان للرئيس بري الدور الكبير في إسقاطه. نعم ونعرف نحن انتفاضة 6 شباط. صحيح. ببيروت وغير ذلك. طالما في نفس مقاومة ما بيقبل، لأنه هي شو اتفاقية 17 أيار؟ أنا كما يحاول اليوم الإسرائيلي فرض اتفاقية ذل على الشعب الغزاوي في فلسطين اليوم بهذه الحرب، إسرائيل كانت ستجر لبنان إلى اتفاقية مذلة بعناوين عدة بالحدود والتنسيق الأمني، وبصير أي واحد يعترض تروح بتلقط السلطات اللبنانية، استباحة الحدود، استباحة الاستثمارات للأمام اليهود، يعني تمثيل الاعتراف من دون حق أو إعطاء الحق للفلسطيني. 17 اتفاقية خطيرة جدا. نعم. تم إسقاطها بفعل المقاومين وعلى رأسهم الرئيس بري بهذا الموضوع، يعني صحيح. كان صلب وتم الانتهاء. هلا هذا النفس المقاوم طلع انه موجود، لا يمكن ان تمرر. انا كنت محدد بالتحديد يا دكتور انه اذا تركنا لوحدنا، مثل ما هلا قلت لي انه نصف غزه، انه نصف غزه راحت بدنا ننساها، ممكن يصير فينا هيك بلبنان؟ في لبنان نحن اصلا متروكين لوحدنا. يعني مين قال انه حدا وقف مع لبنان كان وصل لهذا الدرك من الانهيارات وهذا المستوى من الانهيارات الماليه والاقتصاديه؟ الناس ما عم تلاقي خبز ولا مكشوف صحيا ومكشوف في شيء. نحن متروكين بالاساس. يعني تطمئن انه مش عم يكون عندنا 17 ايار جديد؟ لا اعتقد، لانه الموضوع مختلف تماما وحركه وعي الشعب اللبناني مختلفه تماما من ان يستجر الى اتفاقيات من هذا النوع. وفي بلبنان فئه لا باس بها وقويه مقاومه وضحت، ما بتقبل ولا باي شكل، ونحن معها بهذا المجال. يعني ما بنقبل نسلم الإسرائيلي ولا أي بند من أي اتفاقيات إلا بصورة غير مباشرة بما يحفظ سيادة لبنان وانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. هي ثوابت ما حدا بينتبالها. هي ثوابت لعمق الحالة الوطنية التي يجب أن يتمتع بها كل لبناني. مش قصة لعبة وقصة أنه مزعوج من حزب الله ومزعوج من المقاومين هون ومدري شو، هذا حكي كله تافه وفارغ. هي إسرائيل، أنت الوطنية اللبنانية بتقتضي عليك أن تحمي حدودها وأن لا تستجر لا إلى معركة أنت منك فيها ولا إلى أي تسويات لا تحفظ حدودك وكرامتك وحقك في سيادتك على كل الأراضي اللبنانية. هذا هو الأساس، هذا منطق السيادة، هذا هو. لهون دكتور رائد المصري بدي أشكر حضرتك. أهلا وسهلا بك.